محمد نشوف الاول وبعدين نتكلم. اوكي يلا. مساء الخير. زي تمام، انت عامل ايه؟ زي جماعة كويسين بيسلموا عليك. كان لازم تشوف منظر نادي اول ما شافت نادر، كان الليله اللي باتها عندنا دي كانت سنه بحالها مش ليله، قعدت تحضن وتبوس فيه والواد يعني واقف متنح لها ومستغرب من اللي هي بتعمله، كان شكلها يموت من الضحك. مالك يا عادل، انت كويس؟ كنت بدور على حاجه للصداع فما لقيتش عندي، معلش فتحت ضلف دولابك. لقيت ده مدفوس في اخر الضلف. مش دي اقراص منع الحمل اللي بيعلنوا عنها في التلفزيون يا ليلى؟ بتاعت مين دي يا حبيبتي؟ اكيد مش بتاعتك، مش كده؟ بس مش معقول تكوني بتاخدي الاقراص دي في نفس الوقت واخداني على قد عقلي وبتقولي انك هتروحي معايا للدكتور عشان نعرف الحمل اتاخر ليه؟ ثم انك هتاخدي اقراص منع الحمل ليه واحنا ما عندناش قرطه عيال مش عايزين نزود عليهم عيل ولا اتنين؟ الا لو كنت مش عايز تخلفي مني يا ليلى. لو بتبقى مش عايز تخلف من جوزها دي بتبقى واحده مش عايزه تكمل معايا ورافضه ان اي حاجه تربطها بيه. اللي بتبقى رافضه زوجها يوافق بخاطرها انها تتجوزه مفيش حد في الدنيا غصبها عليه، بتبقى يا اما اكتشفت انه انسان وحش مثلا او خاين او فيه عيوب تخليه ما يتعاشرش. يا اما مش عارفه تحبه يا ليلى. بس هي بتبقى مش عارفه تحب دي بتبقى حاولت او على الاقل بذلت مجهود وشافت فيه حاجات تتحب، اقل حاجه فيهم انه حبها قوي مثلا. ولو هي شايفه من وجهه نظرها انها حاولت وتحت اي ظرف من الظروف مش من حقها خالص انها تجرح واحد حاول يرضيها بكل الطرق الجرح ده، عشان ده جرح جامد قوي يا ليلى. انت ممثل جامد قوي بصراحه، شو بتسقف لك بجد ماستر سين ومن شو ما حصل بيس يعني. تامر حبيب محمد شكري فعلا يعني المشهد فعلا مكتوب حلو يعني بجد مكتوب حلو يعني مكتوب. انت صادق، انت عينيك معبره جدا، انت يعني ربنا يخليك ولا اكنك بتمثل من 50 سنه. كلمني بقى البدايات ازاي وانت ما شاء الله كان ليك اكتر من عام في رمضان اللي فات. أنا بس أنا بدايتي كانت في مسرح كلية حقوق جامعة القاهرة، درست الأول القانون وبعدين كنت في المسرح بتاع الجامعة. أصله مسرح هايل طبعا بيطلع مبدعين كتير يعني حقيقي. وبعد كده دخلت يعني وأنا في الجامعة خدت كذا ورشة هنا، خدت أهم ورشة خدتها كانت مع أستاذ أحمد كمال، وخدت ورشه يعني كذا برضو حاجه بره، اهمهم كانت ورشه في لندن في مسرح يونج فيك. وبعد كده اشتغلت كذا حاجه، وبعد كده كذا حاجه عاديه شغل عادي وكنت بمثل بشكل هواه، وبعد كده دخلت معهد فنون مسرحيه ودلوقتي بدرس في المعهد قسم تمثيل واخراج. واشتغلت في كذا مسلسل، السنه اللي فاتت كنت بشتغل السنه اللي قبل اللي فاتت كنت بشتغل في خطوات الشيطان، واشتغلت في مسلسل اسمه زي الورد مع استاذ سعد هنداوي، واشتغلت في كذا فيلم مستقل يعني. دي كانت البدايه. السنه دي كان عندك ايه وايه بقى؟ السنه دي كان مسلسل طريقي وده كان الاساس، وكان في مسلسل تاني كنت عامل فيه حلقتين كان مسلسل ستيفا اللي كان ابو عباس بالظبط مظبوط. شايف الأداء اللي أنت بتعمله والطالب لسه في المعهد، بالتأكيد شايف إن ممكن تكون الدراسة هتضيف لك هتزود، ولا أنت بتحسن الأداء بالدراسة ولا بتدرس لمجرد الدراسة؟ هو يعني
الدراسه عامه بتحطك يعني بالذات في الفن من وجهه نظر يعني الدراسه بتحطك على طريق، بس هي ما في الاخر خالص الدراسه ما بتديكش حاجه غير انها بتحطك في طريق. يعني لما بتبقى في المعهد وبيتقال لك اقرا كتب فلانيه او اتدرب مع الناس الفلانيه، فانت بس بتتحط في انك تعرف الحاجات وانت بنفسك بتطور نفسك يعني انا من رايي يعني ان الفن ما بيتدرسش، الفن الواحد بيتعلمه بخبرات حياتيه وبيتعلمه، هو اللي بيختار هو عايز يتعلم ايه وهو اللي بيختار هو بيحب ايه وبيكره ايه. في اشكاليه اصلا في فكره معهد الفنون المسرحيه، وانا راجل اكاديمي يعني انا ابن اكاديميه الفنون، فانا بقول ده لان انا بحس بده رغم ان انا شخصيا من المشجعين لخريجين المعهد او للمعاهد كلها بتاعت الاكاديميه بدون استثناء، لكن انا بحس ان في اشكاليه. الاشكاليه اللي موجوده ان البعض من المخرجين بيبص او بيرى خريج المعهد بشكل مختلف عن العادي، يعني ما اعرفش البعض بينحاز للعادي اللي مش دارس تمثيل اكتر من اللي دارس تمثيل يقول لك اصل ده خريج معهد، يعني كما انه تمثيله ممكن يكون شويه اوفر. انت ترد ايه على الكلام ده يعني؟ ارد يعني هو بن... هو يعني لمست انا في الحته دي ولا طبعا حضرتك لمست على حاجه معينه، ان المعهد علشان بندرس المسرح اكتر من ان احنا بندرس وقفتنا قدام الكاميرا واداء المسرح يختلف عن اداء الفيديو وعن السينما، فكل ده ممكن يكون مدي يعني اختلاف عند المخرجين. انما طبيعي يعني اللي بيعرف يشتغل على المسرح هيعرف ازاي يوظف ادواته قدام الكاميرا كويس جدا. محمد رأيك هو انا مش يعني انا تقريبا بالنسبه لي ان المخرج لما بيحس ان في مخرجين يعني لما بيحسوا ان الممثل خط تجربه ان هو راح اختبر مثلا في المعهد بيتدخل بمجموعه اختبارات، فلما بيحس ان هو اوريدي تم اختباره فده معناه ان هو عنده البذره فانا ممكن اديله فرصه. لكن يعني ده بالنسبه لي هو مش صح، مش لازم يكون صح في كل الاوقات. وفي نفس الوقت ممكن حد يكون بره لم يتم اختباره بس هو بيشتغل بس ما فيش اختبار فعلي، فلما يتحط في فرصه كويسه يبقى كويس. بالنسبه لفكره ان المعهد هو فكره فعلا زي ما عمروسي قال، ان فعلا فكره ان احنا بنتدرب على المسرح وتاريخ المعهد ودكاتره المعهد اغلب اشهر ناس فيهم اللي هم ارسوا قواعد فن التمثيل في مصر هم ممثلين، يعني بمعنى ممثل، فده مش حقيقي، ده مش حاصل دلوقتي. وفي افلام على مستوى العالم بيبقى ابطالها ممثلين مسرح وافلام دي بتنجح وبتاخد جوائز مهمه وابطالها. فمش لازم، انا من رايي مش لازم ممثل المسرح هو ممثل الاوفر، يعني دي حاجه ما يعني بالعكس، يعني المخرج الشاطر هو اللي بيقدر يوظف الممثل توظيف كويس.